مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء يومي متجدد على شاشة النيل للأخبار وحلقة جديدة من القاهرة. لقاؤنا كالمعتاد يمتد مع حضراتكم من الآن وحتى قبيل منتصف الليل بتوقيت العاصمة. لدينا اليوم جولة مع أهم أحداث اليوم كالمعتاد، ولدينا موضوعا للحوار. موضوع الحوار الأول هو مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم. هذا المؤتمر الذي شهدته مدينة الغردقة على مدى يومين، بالتحديد يومي 17 و18 من ديسمبر الماضي، اختتم هذا المؤتمر وصدر عنه مجموعة من التوصيات على رأسها الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين، زيادة الاهتمام بالتعليم الفني قبل الجامعي والجامعي، الاهتمام بتدريس اللغة الإنجليزية وزيادة عدد ساعات تدريسها، ودراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل المحلية، والاستفادة من تجربة محافظة البحر الأحمر في التغذية المدرسية، والاهتمام بتدريس الأخلاق والسلوكيات الحميدة وربط الطلاب بالموروث الشعبي والوطني. الحقيقة خرج عن هذا المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت بتنظيمه وزارة الهجرة والمصريين بالخارج ب13 توصية. هذه التوصيات سوف تكون موضوع الوقفة الحوارية الأولى في حلقة اليوم من القاهرة، وسوف ينضم إلينا فيها الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. موضوع الحوار نتحول الآن مشاهدينا لمتابعة جولة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم. نتابع أهم المشروعات التي قام الرئيس بافتتاحها فجر اليوم الخميس بمنطقة هضبة الجلالة. تضمنت مدينة الرخام والجرانيت بالجلالة التي تضم 8 مصانع رخام بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع سنويا. مشاهدينا متواصلون معكم في من القاهرة. في موضوع الحوار الثاني سوف يدور حول ما أعلنه البرلمان النمساوي مؤخرا من موافقته على إجراء تعديلات على قانون الرموز الذي يمنع استخدام شعارات ورموز المنظمات المتطرفة ومن بينها جماعة الإخوان الإرهابية. الحقيقة النمسا تسير على خطى ألمانيا. لعل حضراتكم تابعتم خلال الأيام القليلة الماضية التقارير الاستخباراتية الألمانية التي أكدت أن جماعة الإخوان الإرهابية أكثر خطرا على ألمانيا من تنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين. بالفعل بدأت أوروبا في إدراك حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية وخطورة هذه الجماعة على المجتمعات الأوروبية، ودور القانون للحد من نشاط هذه الجماعة وتمددها في المجتمع الأوروبي. ألمانيا وتحذير من المخابرات الألمانية، وأيضا اليوم النمسا وموافقة على تعديل في قانون للحد من نشاط هذه الجماعة الإرهابية في النمسا. حول هذا الموضوع بتدور الوقفة الحوارية الثانية في حلقة اليوم من القاهرة، وسوف ينضم إلينا فيها الدكتور شوقي صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة وخبير مكافحة الإرهاب، للحديث حول النتائج المترتبة على مثل هذا القانون، وأيضا التقارير الاستخباراتية الألمانية كيف يمكن أن ينعكس ذلك على نشاط جماعة الإخوان في أوروبا وعلى وجود قيادتها وأفرادها داخل المجتمع الأوروبي. مشاهدينا بدايتنا كالمعتاد مع جولة مع أهم أحداث اليوم، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم، ونبدأ هذه الجولة الإخبارية بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود المبذولة لإنجاز المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة بالعين السخنة، والالتزام بالجدول الزمني، لافتا إلى الانعكاسات الإيجابية لتلك المشروعات على تحقيق التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي فجر اليوم لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة. جولة الرئيس تضمنت مدينة الجلالة بالعين السخنة ومنتجع الجلالة السياحي والمنطقة الصناعية ومجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة ومصنع الرخام العالمي بالجلالة. كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة أول 3 مصانع لمستلزمات إنتاج الرخام من الهالك في مصر. شملت الجولة مدينة الرخام والجرانيت التي تضم 8 مصانع رخام بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع سنويا، ومصنع جرانيت بطاقة مليون متر مربع سنويا. شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركتها القابضة ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، وذلك بشأن آلية سداد كافة المديونات المستحقة لصالح شركات قطاع البترول لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. نتابع مشاهدينا هذا التقرير. إشادة قوية من مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لنتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا للمشاركة في أعمال منتدى أفريقيا-أوروبا الذي يهدف إلى دعم وتعزيز الشراكة بين القارتين. وعقب الاجتماع شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون، منها ما بين وزارتي قطاع الأعمال والبترول لسداد مستحقات تقدر بحوالي 12 مليار جنيه لوزارة البترول. في بعض المستحقات وتم المصادقة عليها، وهي مستحقة لبعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة الثلاثة في قطاع الأعمال العام، وهي مسحوبات خاصة بالغاز الطبيعي بصفة خاصة من عندنا في قطاع البترول. فاحنا ابتدينا وقلنا وضعنا آلية ان احنا اي شركة تابعة مش هتسدد في الشهر هيصلنا هتصلنا الشكوى، وهنعمل على السداد بصفة منتظمة عشان نمنع تكرار اللي حصل في الماضي. وحرصا من الحكومة على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز للمرضى، جاء توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والصحة لاستغلال وإدارة وتشغيل عدد من مستشفيات وزارة الصحة للاستفادة من جهود أساتذة كليات الطب في تقديم الخدمات الطبية بها. الشراكة في التشغيل والإدارة بين 4 مستشفيات في وزارة الصحة مع 4 جامعات مصرية، ونعتبر هذه المستشفيات هي المستشفى التعليمي الجامعي لهذه الجامعات، وهي جامعة العريش كلية طب جامعة العريش، وكلية الطب الأقصر جامعة جنوب الوادي، وكلية طب السويس، وكلية طب حلوان. ال4 مستشفيات دول الاستثمار فيهم كان استثمار ضخم، ده معناه أجهزة ومعدات علاجية وتعليمية وتدريبية لطلبة كليات الطب في ال4 جامعات دول، يبقى عندهم ميزة. وكمان أيضا زي ما قالت الدكتورة هالة في هذا السياق إن فرصة كبيرة من التنسيق فيما بين كوادر أعضاء هيئة التدريس والكوادر العاملين في مستشفيات وزارة الصحة. جدير بالذكر أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين، حيث تجسد ذلك بقوة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات. التعاون المشترك بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في تشغيل العديد من مستشفيات وزارة الصحة بالقوى البشرية من أساتذة كلية الطب بالجامعات المصرية المختلفة، بالتأكيد سوف يعود ذلك على تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بالارتقاء بالملف الصحي في مصر. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد فحص 20,026,000 مواطن منذ انطلاق حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم فحص 7,379,335 مواطنا حتى ظهر اليوم 20 للمرحلة الثانية من الحملة، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي والاطمئنان عليهم وعلاجهم بالمجان. من جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن فحص 415,963 طالبا بالمدارس الثانوية منذ انطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم في محافظات المرحلة الأولى 9. أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 عناصر من حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي والقبض على 4 آخرين لتلقيهم تكليفات من قيادات التنظيم بالخارج لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مجموعة من الأهداف المهمة بالتزامن مع احتفال الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد. أكدت الوزارة على مواصلة جهودها للحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة وإجهاض المخططات العدائية لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى للنيل من الاستقرار الداخلي للبلاد. أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على البدء في الإعداد للموجة 12 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بكافة المحافظات لاستكمال خطة إزالة التعديات التي تم حصرها وكذلك الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين في الموعد المحدد. أكدت اللجنة في بيان اليوم قيام الأمانة الفنية بالتنسيق بين قوات إنفاذ القانون ووزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تحقيق الموجة 12 للمستهدف منها وفقا للقانون. يأتي هذا تزامنا مع عمل اللجنة بالتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة للانتهاء من إجراءات التقنين للجادين واستصدار عقود التقنين في المحافظات بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية، حيث بدأ العديد من المحافظات في إصدار العقود وفي تسليمها للمستحقين. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. بعد الفاصل نلتقي بالوقفة الحوارية الأولى، مصر تستطيع بالتعليم. ابقوا معنا.